اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بصحاب البيت، الحقيقه صحاب البيت الكبير، النجم الكبير الكابتن عادل تعيمه. ازيك يا كابتن عادل؟ كابتن اسلام مشرف ومنور. نورك يا كابتن، ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن ماهر؟ اهلا كابتن اسلام، ببقى سعيد بحضراتكم دايما لما بتبقوا معانا. ربنا يكرمك. يعني بنستفيد وبنسمع كلام عاقل بدون اي عصبيه، وبنفهم وهنعرف كرة القدم فيها ايه خلال الفترة اللي جاية من خلال وجود حضراتكم معانا. كابتن عادل هبدأ بحضرتك. امبارح خسارة النادي الاهلي لبطولة السوبر، الكل شايف او معظم المحللين اللي كانوا اللي انا اتفرجت عليهم امبارح الحقيقة، الكل شايف ان المباراة لم يكن النادي الاهلي في مستوى، ايه رأي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا لازم نبقى عارفين انه يبقى في مقدمة صغيرة كده علشان الموجة اللي شغالة. يعني احنا قلنا وبنعيد وبنكرر ان اختيار موسيماني كان اختيار موفق جدا وجه في توقيته، وكان الاختيار كان بعناية، والكلام ده ثبت زي ما انت بتقول دايما، مش بالكلام بالفعل. جه على ماتشات كانت ماتشات مهمة جدا، بقى في اقتناع كامل ما بينه وبين اللعيبة، ادى توجيهات بمجرد ما جه بعد ما كان كنا بنأدي بشكل معين مع فايلر في الفتره الاخرانيه. على طول في الدوري ثم الوداد رايح جاي، شفنا اروع اداء، اهداف، ضغط من تحت، كان اللعيبه لسه محتفظين بالطاقه بتاعتهم، ما كانش لسه فيه عمليه الضغط. ثم الترجي بعد ما خدنا 6 ايام ترجي هناك وهنا، ثم سان داونز. يعني الولاد عملوا في الحقيقه، عملوا زي ما قلت برضو حضرتك قبل كده، موسم على درجه من الاعجاز، انجاز ما بعده انجاز. اتنين افريقيا دي مش عمليه سهله ابدا، تالت عالم وما بالميراس تكسب بالميراس، والدحيل بطل قطر انت بتكسبه، بتلعب مع البايرن وانت واقف على حيلك ما بتتغلبش بالشكل. يعني عامل الولاد عاملين موسم أكتر من رائع، يتخللوا خسارة دوري. إحنا خسرنا دوري بفعل فاعل، أنا هفضل أعيد وأكرر، بفعل فاعل. 15 بونت والمنافس 13 بونت، وكنا بنشوف قد إيه الفار مع الزملاء الحكام كان بيبقى فيه أوضاع محدش يحبها في دوري المفروض إن هو أحسن دوري في أفريقيا وفي العالم العربي. ماتش إمبارح في حاجات كتيرة جدا حصلت، أنا يعني لما باجي أحللها يعني مش لاقي لها مبرر. أنت عامل 4 أيام معسكر، الإدارة موفرة لك المناخ رايح قبل الماتش ب4 أيام، أنت خسران دوري فأنت عايز تعوض، يعني كلها حاجات محفزة ليك إنك أنت تأدي أداء كويس كل الناس منتظرة. مظبوط مظبوط. فبعد سبع بطولات انت تاخد منهم 6 او 6 بتاخد منهم 5، لما نضيف الكاس يبقى 6 من 7، فانت يعني عايز تصالح جمهورك عشان البطوله اللي هي راحت مننا، واللي زي ما انت برضو بتقول وبتكرر لما في فرقه بتاخد بطوله واحده من ال6 يعني بتبقى الاحتفالات والانجازات. فطبعا احنا مش متعودين على كده، احنا متعودين ان كل بطوله بناخدها لازم نبقى رقم 1. مظبوط. الماتش بتاع امبارح استثناء، ومفيش حد كامل. احنا بنلاقي باريس سان جيرمان طالع من الكاس من تيم درجه ثانيه ولا درجه رابعه الموسم ده. ترجي يا كابتن في مباراه السوبر اللي في تونس، يعني لسه من اسبوع 10 ايام كان بيلعب اتحاد المنستير ده، يعني مثلا يبقى يعني في المركز الخامس الرابع السادس كده يعني، وكسب الترجي، كسب ركلات ترجيح برضه 1-1 وكسب ركلات ترجيح. وده برضه علشان كلامي احنا بندي كل واحد حقه. الماتش بتاع امبارح ولا واحد موفق بما فيه الشناوي حتى، يعني الشناوي صد ضربتين جزاء لكن برضه في كره تقع من ايده، دي ما تقعش من الشناوي. ايوه ده انا رايي، لان الشناوي قيمه وقامه واحسن جول في افريقيا ومرشح انه يروح في اي حته في العالم هيقف على حيله يعني. فانا شايف انه عده عوامل، اوكي، اما استهتار، نوع من الاستهتار، عدم التجهيز، المدير الفني الحقيقه ما قراش الفرقه كويس، ما اداش تعليمات حتى في الكور الثابته، ما قراش ان في ماتش الدوري الراجل بيلعب بنفس الطريقه اللي احنا لعبنا بيها امبارح، هو لعب بيها واحنا برضو لعبنا بيها، ناخد الكوره ونحطها جوه 18. اقول لحضرتك رقم في مباراه الدوري 44 كره طويله،
44 كرة، ده احصائيات يعني، امبارح 51. الحاجه الثانيه يعني يا كابتن، انا مش عامل ليه جبهات يعني، الباك بتاعنا انا اكرم بستلم ليه وانا واقف؟ اوكي، ما بستلمش ليه وانا بجري تتعمل لي على الرايه؟ علي معلول ليه انا استلم وبعدين اروح لعبها لطاهر؟ ده علي معلول ده المفروض يبقى طاير، لان الراجل احمد سمير طول الماتش، انا بقول لكابتن ماهر احنا جايين، طول الماتش بيلعب من الرايه للرايه، يعني في اخر دقيقه في ال 120 دقيقه. بس ممكن اقطع حضرتك هنا، انا اسف، ان دايما اي لعيب بيلاعب النادي الاهلي بيعمل زي ما حضرتك بتقول كده، بيبقى راجع من الرايه للرايه، ده في الطبيعي، مش مباراه الجيش بس، كل المباريات، كل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي دايما بتبقى كده، بيبقى عندها طاقه زياده، بدل الدافع او طاقه زياده، طاقه زياده وبدل الدافع اثنين وثلاثه، ان انا بلاعب النادي الاهلي برضو كل ده. انا مش بتكلم ان هو مبرر يعني، بس عشان احنا بنتكلم مع بعض فنيا. انا اقصد ان علي الجبهه الوحيده اللي كانت شغاله، لكن لما بيستلم الكوره كانت مفيش حد بيجي، يبقى فيه مسانده بحيث ان انا ابقى اعمل جبهه هنا وجبهه هنا. تمام. وبعدين التسديد، التسديد كان يعني مش التسديد اللي فيه تركيز على الثلاث خشبات، عمليات الاختراق، يعني انت حاطط ثلاث اربع رؤوس حربه في منطقه ال 18. برضه من ضمن الحاجات اللي انا مش عايز انساها، وهي انا قلت لحضرتك قبل كده ان النادي الاهلي لاعب حاجه و70 مباراه. الموسم السابق، الموسم مزبوط. السابق بالمباريات المنتخب، صح، باريس، تشيلسي والمان سيتي لاعبين 61، ودول اللي هم بيوصلوا لمرحله نهائيه، يعني بيخلص دوري كاس اوروبا. تشيلسي وصل نهائي اوروبا، والمان وصل نهائي اوروبا، يعني لاعبين ماتشات زياده، فلاعبين 61 مباراه. النادي الاهلي علشان جمهورنا يعني برضو يبقى فيه حته صفقه شويه على اللعيبه، انك انت في الفتره دي انت لاعب حاجه و70 مباراه، في منهم الناس بتوع المنتخب هيوصلوا لحاجه و80، الشناوي وعمر سوليه ممكن يوصلوا ل90. فطبعا دي كلها عوامل. اخر عامل من وجهه نظري، احتمال اللعيبه كانت امبارح خايفه على رجليها من اول مباراه، الحكم ما كانش مد الحمايه الكافيه، لكن ده مش مبرر، لان هم عارفين ان المدير الفني لمنتخب مصر قاعد في المدرج، فكل واحد خايف، الكرات العاليه حدش بيشترك فيها، خاصه قفشه وحسين، عمرو السوليه ما كانش في حالته زي ما حضرتك تفضلت في البدايه، لكن ما فيش شك انه الاولاد قدوا مباراه سيئه جدا نتيجه عدم التحضير، والمدير الفني ما كانش قاري المدير الفني للطلائع بالشكل الجيد. هل ده معناه يا كابتن ماهر ان احنا خلاص الموضوع انتهى؟ ولا دايما حضرتك في الجيل اللي حضرتك بتلعب فيه بتحصل ان انت بتخسر مباراه؟ طبعا بتبقى عندنا بالنسبه لنا الخساره زي ما الكابتن عادل قال مختلفه شويه عن اي حد تاني، ولكن في النهايه انت خسرت مباراه، ولكن عندك مباراه يوم السبت وبطوله جديده من يوم السبت. واللي انا عرفته الحقيقه وهي معلومات ان كل اللاعبين اعترفوا باخطائهم في هذه المباراه، وبالتالي اعتقد ان يعني اتعلمنا من حضراتكم ان دي بتبقى دايما البدايه، الاعتراف بالخطا بيبقى دايما هو البدايه. هو طبعا هارد لك يا اسلام لجمهور النادي الاهلي اولا، طبعا لان هو الوحيد اللي بيتاثر بشكل كبير جدا، ان احنا عودناه على البطولات، ان كل بطوله بندخل فيها لازم النادي الاهلي يكسبها، فاحنا بنقول له يعني بنتاسف لك، وكل منظومه النادي الاهلي من مجلس اداره للجهاز الفني للاعبين طبعا متاثرين بشكل كبير جدا، وكان يهمهم ان هم يفرحوا جمهور النادي الاهلي بحصولهم على بطوله السوبر. انا هرجع للزمن، ويمكن كابتن عادل يعني يأيدني في هذا الكلام، حتى اجيالنا احنا يا اسلام اخفقنا كده، وضاعت مننا بطولات بسبب الاجهاد، بسبب الاصابات، وبسبب تواصل المباريات اذا كان منتخب نادي. بس معلش يا كابتن ماهر، هو عشان برضو الناس دلوقتي يعني بتعتبر ان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده تبرير للخساره، ولكن حضرتك احنا مش تبرير، احنا كابتن عادل قال ان واقع. يعني واقع احنا عشناه. وبعدين بتوصل كمان يا اسلام لمرحله العدد اللي اتكلم عليه الكابتن عادل، 77 مباراه، بيحصل نوع من الاشباع. يعني انت النهارده بص على وجوه لعبتنا تحس ان اللعيبه يعني متشبعه بطولات ولعب وحتى فترات الراحه يا اسلام 7 ايام مش كافيه. مهم جدا يا كابتن ان حضرتك تقول الكلام ده، لانه الجمهور محتاج يعرف بالظبط هذا الكلام. الجمهور ما يبقاش عنده تخصص قوي في المواضيع دي، الناس فاكره ان انت خدت 7 ايام دي معناها ان انت خلاص تمام. لا لا، بعد 72 مباراه يا كابتن طبعًا عادل طبعا اعتقد ان ده 7 ايام ده قليل جدا. ما بنبررش انا وكابتن عادل اسلام، احنا لا وليس تبرير، احنا اصل احنا قلنا في الاول الانسان احنا عشناه، فاحنا التواصل الاجيال، احنا مرينا بالظروف دي
واحنا جيل السبعينات يعني جيل العظماء ولاعيبه على اعلى مستوى ما شاء الله. وكنا بنخسر من 36 مصنع 36 يعني برضك اخر الدوري وبتحصل المفاجات دي. احنا برضك ضاع مننا كابتن عادل يمكن يفتكر البلاستيك برضك ال11 ورا وهم نازلين للدرجه الثانيه واحنا يكفي بس ان احنا نكسب المرجول واحد ضيعنا اكتر من 50 جول. درجه الجول مره من المرات عمل كده وراحت خبطه في كتفه وطلعت طار الشيخ. فيعني عايز اقول لك ان وارد جدا بشكل كبير زي ما انت ذكرت اسلام وقلت الدوري التونسي ويمكن حتى كمان في اوروبا الراجل بتاع درجه تانية بيعطل البطل اذا كان في كاس او في النهارده في مانشستر يونايتد طلع من حد في درجه الفريق في الدرجه الثانيه في الكاس. النهارده الاشباع القروي ده يا اسلام انا مريت بيه تفاجئ ان اجي اوقف الكره تعدي من تحت رجلي نتيجه العدد المباريات اللي لعبتهم خلال سنتين تلاحم دوري عام وكاس مصر وافريقيا وبعدين نروح المنتخب وهنرجع من المنتخب بيحصل نوع من الاشباع للعيب. النهارده السبع ايام دول الناس فاكره ان السبع ايام دول يعني حاجه كبيره جدا ان اللعيب يرجع لحالته المستشفى مره ثانيه. ده بالعكس ده السبع ايام دول يعني بدايه يعني بتحط رجلك على اول السلمه لكن انت محتاج كمان على الاقل سبعه زيهم بالظبط سبعه زيهم على اساس ان ارجع بعد كده فتره اعداد جديده واخد بالك ابقى منتعش فيها داخل بطوله زي بطوله السوبر ديت يبقى انا ريحت كويس. عندي كمان الاشباع ده محتاج بقى ان انا العب تاني واخد بالك وامارس تاني واكسب تاني. فالنهارده انا مشفق على اللعيبه بشكل كبير جدا طبعا والاداء اللي حصل ده يعني عايز اقول لك احنا من خلال ال 77 مباراه دي اول مره نشوف لعيبتنا بهذه الحاله مظبوط كل اللعيبه. برافو عليك يا كابتن. هو دي النقطه يا كابتن عادل ان احنا دايما عارفين ان لاول مره من 77 80 مباراه نشوف لعبتنا بهذا الشكل على الاقل حتى لما كانوا بيبقوا قبل كده في سوء اداء ولا حاجه كان بنقول ان الاجهاد وكذا وده كان بالفعل لانك بتلعب كل يومين ثلاثه مباراه. ولكن احنا دلوقتي وصلنا للمرحله المهمه جدا اللي هي بدايه موسم جديد وبالتالي ناس قلقانه شويه من شكل واداء الفريق في مباراه امبارح. فيمكن هو ده اللي عامل العصبيه شويه بالنسبه او ان الناس زعلانه اكتر من اي حاجه تانية. سوء الاداء شكل الاداء الوحش هو اللي خلى الناس تبقى متضايقه اكتر من الخساره. هي في نقطتين، النقطه الاولانيه وهي انه انت لاضم موسمين قبل الموسم ده يعني الموسم اللي فات كان متصل مظبوط وانت داخل كمان على اسبوع بس مينيمم ثلاث اسابيع ما بين الدوري والدوري. شفنا ليفربول محمد صلاح ثلاث اسابيع في البيت ثلاث اسابيع على البحر يصطاد سمك يبعد كل البعد زي ما بيقول الكابتن ماهر. عملية التشبع دي لازم تنتهي وبعدين بعد الثلاث أسابيع على البحر يلعب تنس يلعب أي حاجة بعيد عن الكرة القدم علشان الجسم يستعيد حيويته ونشاطه. ثم بعد كده أبتدي فترة إعداد أسبوعين أو ثلاث أسابيع وأبتدي ألعب الدوري. العالم كله بيعمل كده إلا إحنا. دي نقطة. النقطة الثانية حضرتك تفضلت عليها وهي أنك أنت الولاد مع الضغوط المستمره بتلعب كل 48 ساعه ويمكن قلنا قبل كده في اسبوع واحد سافرت مصر كلها مظبوط يعني الجونه للاسكندريه للسويس مظبوط في اسبوع. فحتى قلنا لو انا بسافر كده يعني بالطياره كده مش هلعب كوره ولا حاجه. رايح سياحه هتتعب لو رايح سياحه فندق يوم تريح هتعب. فبرضه ده برضه مش مبرر لكن مفيش شك انه الكمال لله وحده. ما فيش واحد بيفضل موسم كامل بيأدي الأداء الرائع ده وبيحصل على هذا الكامل من البطولات ولما بيخسر مباراة نتيجة عدم تركيز هنقول كل الاعتبارات اللي الجمهور ممكن يكون بيفكر فيها أي سلبيات من مدير فني أي سلبيات من أي لاعب. إحنا بنغفر بشرط إن زي ما حضرتك تفضلت كده الاجتماع اللي كان موجود النهاردة من فضلكم بطولة الكاس لابد تبقى في الدولاب بتاع النادي الاهلي لان دي عمليه مهمه جدا لجمهوركم. الجمهور انا شايف ان انا بشوف في النقطه دي تحديدا ان طبعا المكسب مهم وكل حاجه ولكن برضو اللي كان مزعل الناس ما هو ده سؤالي سوء الاداء ان طبعا. الاداء مش هو ده أفشة مش هو ده شريف مش هو ده طاهر مش هو ده كل اللاعبين عشان بس ما انساش حد هو ده اللي مزعل الناس اكتر فده مخليهم قلقانين. فهل حضرتك شايف ان شكل الاداء ده هيستمر؟ والله دي حاجة ما اتمنهاش لأنه أنا لما أوصل لمرحلة إن أنا
طالع من بطولة دوري بفعل فاعل برضو، لازم أنا جوايا كراجل برتدي تيشيرت النادي الأهلي كان لابد المباراة ديت أخدها، حتى لو اتقال إن التيم اللي قدامي هيلعب بسبع أفراد هلعبها في منتهى الجدية علشان البطولة دي تعوض لي. هي طبعا مش هتعوض بطولة الدوري، لكن أبقى عارف إن أنا اتظلمت ظلم بين في بطولة الدوري. البطولة دي كانت برضو يعني هي بطولة اشترافية، لكن ما فيش شك انها كانت هتدي معنويات اكتر للعيبه طبعا. لكن اللي مأثر في الجمهور ان الفريق اللي قدامك بيلعب بقوه وحماس غير طبيعي. ال 120 دقيقه الناس بتطير على الـ على الـ على الـ بيطيروا، حقهم هم يعملوا كده، ودي حاجه ده حقه طبعا. بس انا المقابل ايوه اللعيب بتاعي تمريرات خاطئه. المدير الفني برضو يعني امبارح في اثنين لعيبه جداد بيلعبهم حسام في توقيت انا شايف مش توقيت اللعيب الجاي جديد او اللعيب اللي هو طالع من اصابه. انا بعتبره مرحله ولاده نجم، هو جاي نجم، انا بعتبره كانه لسه طالع ناشئ وبديله التقديم او الوجبه اللي الجمهور هيشوفها بديها له في ربع ساعة في تلت ساعة لحد لما يستعيد انسجامه مع اللعيبة ومع زمايله وينخرط معاهم، وبعدين أقدمه للجمهور في أحسن توقيت. أنا كسبان 2-0، يعني أنا لو امبارح كسبان 2-0 أروح دافع بحسام. أوكي. إنما ما تحملوش حاجة أكتر. وبرضو لويس أظني برضو يعني اتدفع في أول وقت الشوط الثاني، اتدفع برضو في وقت انا عايز اظهره للجمهور في احسن صوره. فكره كويسه يا كابتن. بس كابتن مال عايز اسالك برضو سؤال مهم جدا في النقطه دي. ما بيقول لك انا جايب لعيب محترف، انا جايب لعيب محترف الانسجام. احنا بنشوف مثلا بره مصر ان يقول لك ايه رونالدو لقيناه جه لعب من اول مباراه مع مانشستر يونايتد وسجل هدف واثنين. ف يعني طبعا هي مدارس، ولكن حضرتك برضو ميسي ما لعبش ميسي في باريس ما لعبش. انا بقول لحضرتك هي مدارس مدارس في الاخر ممكن تبقى وجهات نظر مختلفه، ولكن هل حضرتك مع وجهه النظر ان هو يلعب ان اللاعب جاي لاعب محترف بالظبط. انا شايف يا اسلام ان هم مش محظوظين يعني يوم غير عادي بصراحه للجهاز الفني وللعيبه يوم غير عادي. يعني عارف انت النهارده لو مثلا في خمس ست لعيبه كابتن عادل مش في حالتهم الباقي بيشيل. برافو عليك كابتن مال. بس هو انا بس انا لو مدير فني 11 بالظبط، انا لو مدير فني برضه هو برضك مش موفق سبحان الله مش يوم. انا كمان حتى لو انا مش انا موفق حتى لو انا موفق هعمل ايه بالظبط كده في مجموعه كلها مش 11 اللي قدامي يا اسلام انا شايفهم يعني مش هم لعيبتي مش في حالتهم، الصفات الارضيه مش موجوده، تجهيز للمباراه، الدوافع، اصرارك على المكسب انك انت تحقق البطوله ما كانتش موجوده، واخد بالك؟ فالنهارده سبحان الله في بعض المدربين بيقفل يا كابتن عادل الملف، بيقفل الدفتر بقى وبيقعد يتفرج عادي زي الجمهور مش يومه. يعني انا فاكر مره كرويف مع منتخب هولندا دخل فيه وهو بيدير مش عارف كان بيلعب مع منتخب فرنسا او حاجه زي كده يعني، وهو بيدير اللقاء دخل فيه جول اتنين تلاتة راح قفل الدفتر وقعد حط رجل على رجله وبقى راجل متفرج زي الجمهور. فسالوه فقال يوم مش يومي واضح ان مش يومي في الاداره الفنيه ومش يوم لعيبتي، مش هم دول لعيبتي اللي انا عارفه. فالنهارده الولاد دول مش محظوظين كمان لانهم نزلوا في وقت يعني ال 11 اللي حواليهم مش موفقين ومش في حالتهم الطبيعيه. فالنهارده ومستر موسيماني كان لازم يدفع بيهم لان هو ما عندوش بالظبط. هي دي النقطه يا كابتن عادل. هي دي اللي انا بتكلم فيها بقى، ما عندوش غير انه يدفع بورق يقدر يعمل لنا الفارق. احنا متعادلين فمحتاجين نكسب، فالاداره الفنيه هنا تقول لك ايه؟ لا نزل مهاجم مش هنزل مدافع، او اشيل مدافع ونزل مهاجم. فبرضك الراجل قام بالدور اللي عليه من الناحيه الفنيه، شال مدافع ونزل مهاجم. برضك الامور ما مشيتش، شال لعيب نص ملعب ونزل مهاجم، الامور ما مشيتش. فانا عايز اقول ان هم كمان مش محظوظين، لان احنا كمان لو هم محظوظين زي ما كابتن عادل قال كسبانين واحد او اتنين، اتفرج بقى على اللعيبه دي، اتفرج على الاداء صحيح هيساعدوا ازاي. حتى كمان يا كابتن عادل برضو فريق الجيش نفسه هيختلف يا كابتن ماهر. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو فريق الجيش دخل فيه جون بدري، ما هو بسيوني برضو كابتن بسيوني يعني مش هيلعب مش هيفضل قافل، على الاقل هيفتح بالزبط شويه علشان عايز يعوض الجون، وبالتالي يبقى انت عندك فرصه ان انت تجيب جوال تانيه.
ما يعني هو الحقيقه يعني الماتش اللي كان في الدوري كان المفروض ان انا اذاكره شويه، لان هو عبد الحميد ما كانش هيلعب الا بنفس الطريقه دي، وهو لعب بنفس الطريقه دي. انت عارف حضرتك، انا اسف، انت عارف ان هو كان في ماتش الدوري افضل من امبارح بالظبط في الناحيه الهجوميه، واحنا كنا افضل واحنا كنا افضل. لينا جول دخل وفي بنالتي، ايوه مظبوط، بنالتي مظبوط، وفي جول دخل والراجل مد رجليه جوه الجول وطلعها ده في ماتش الدوري في السويس، في ماتش الدوري اوكي. كنا احنا افضل ساعتها، لكن انا باخد على قفشه، زعلان منه لان لاعب بحجم صانع لعب في النادي الاهلي وبطولتين افريقيا وكاس عالم او لاخره، ان انا باخد الكوره واروح حاططها عاليه وانا شايف ان زمايلي هيعمل فيها ايه، يعني هو واقف والسرد باك في ظهره واثنين في ظهره والثالث في ظهره، حتى لو جات له هتجيله فين؟ هتجيله على دماغه وهتجيله على صدره. ده الراجل بيلعب 10 جوه 18، يعني عبد الحميد بيلعب 10 وبسام طبعا عارفين ان احنا جوه 18 بيطلع، وبعدين حارس هايل بصراحه، ممتاز ممتاز والله، يعني تبقى اضافه يعني قويه جدا لمنتخب مصر وللنادي الاهلي لو في نصيب، لان الولد يعني حابب قوي انه يبقى بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي. فانا بديله الكرات على كاني بمرن بسام او بمرن السرد باكين، مش المفروض ان انا ابقى ازهق، المفروض كان يبقى فيه صبر، وبعدين ابقى عامل جبهات، جبهه ناحيه اليمين، علي معلول بيستلم ما فيش حد بيروح له، بحيث ان احنا نعمل جبهه ناحيه اليمين، انطلاقات من الظاهرين. التسديد كان غير موفق نتيجه انه مفيش تركيز، مفيش تركيز، وكان العمليه متسهله، الى جانب برضو الولاد، الى برضو ما خدوش فتره الراحه، الى جانب برضو المدير الفني اللي موجود، فكل واحد عامل حساب ماتش ليبيا، فانا مش عايز اتعور، لان امبارح كان في خلات كانت قاسيه جدا، يعني واحده منهم عمرو السوليه اللي شاطها، والراجل الراجل راح شايله، والحكم واقف جنبها ما اتحسبتش فاول حتى، اوكي، ولا انذار، يعني الوحيد اللي خد انذار اكرم في كوره، بس الحكم كان كويس امبارح بصراحه، يمكن في واحده او اثنين، لا بس في الشوط الرابع كان في فاولات، مش فاولات، يعني اربع خمس فاولات ورا بعض ما كانتش فاولات، يعني الراجل راح رايح وراح واقع، لما الكاميرا بتعيش اوكي، بيروح المخرج بيعيد، عمرو السوليه ما لمسوش، كرات على الطرف حسين الشحات الراجل ما لمسوش، طبعا مش التحكيم، لكن انا بقول ان اللعيبه كانت خايفه على رجليها، نتيجه انه عارفين ان يوم 8 في ماتش مصير الكاس عالم، فبرضو الكرات العاليه ما نشتركش فيه، اي التحام مفيش، الضغط مفيش، ده برضو احتمال كبير جدا للتركيز، كان ان انا المدير الفني وان انا عملت الاختيار العب لوحدي شويه، يعني امبارح كان في تسديد بدون مناسبه، يعني انا بسدد وانا ممكن جدا لو مررتها كانت تبقى هدف، انا الغرض ان انا اسلم واجيب جول، ولا الغرض ان انا اللي اجيب الجول؟ ما الحته دي برضو انا حسيتها، كان ممكن جدا لو الكوره بدل ما تتسدد تتمرر كانت هتبقى في منتهى الخطوره على مرمى الجيش. طبعا حسين الشحات عمل واحده كويسه قوي الفاول، وبرضو قفشه عمل فاول برضو يعني راحت جنب العارضه، شريف يا كابتن عادل الانفراد يا اسلام، لو كان جه شريف انفرادي يعني كان هتفرق برضه، كابتن عادل الانفرادي كان بدري مباشر، كان في اخر الشوط الاولاني، ولا بس لماها غلط كابتن ماهر، يعني وهي جايه له عمرو السوليه مديها له، يعني مقشره بالظبط، انا المفروض استلمها بالشمال، وبعدين هو عنده الميزه دي، لما بينفرد بالجول بيعمل ايه؟ بيصبر شويه لحد ما الجول يجي عليه شويه، لحد ما يبقى في مسافه متر ونص، المتر ونص ده لو انا خدتها يمين او شمال الجول لو اترمى مش هيجيبني، لانه اطول منه، اطول منه، فانا دي بتاعته يعني، عملها في كل الماتشات، انا مستقل يعني هو خلاص هي كده بقى، كابتن ماري جاب الموضوع قال لك ايه، هو خلاص مفيش حاجه يعني، حتى حطها ورجليه فاتحه، البرجل بتاعه كان مفتوح. والولد ده، ولكن خلينا كابتن برضو نتذكر، كابتن ماهر خلينا نتذكر ان ما هو ده شريف اللي جاب الجون هنا وعمل بالزبط. كذا وجاب الجون مش عارف ازاي وطلع زي رونالدو وحطها بدماغه، ليه يا كابتن في الماتش بطوله افريقيا الجول الاولاني شوف حطها ازاي بالراحه، يعني انا اقصد بما اننا معترفين كلنا ان هناك بعض الاخطاء اللي حصلت يا كابتن ماهر، ولكن في النهايه هم دول اللعيبه اللي فرحونا بالزبط. وهم دول اللعيبه اللي هيفرحونا، ما هم المجموعه دي
هي اللي كانت بتلعب بقالها سنتين تقريبا تقريبا بقالهم سنتين باستثناء طبعا اللي بيخرج بيه والصفقات الجديده. وبالتالي هم دول اللعيبه اللي فرحونا وهم تعاهدوا على الفتره القادمه. يعني انا عرفت معلومه ان هم من ساعه كانوا قاعدين مع بعض او من ساعتين كانوا قاعدين مع بعض ومش عايز اقول لحضرتك اللي حصل في الموضوع. قال لك اهم حاجه احنا اعترفوا بان هم ما كانوش كويسين في مباراه امبارح وده كويس كويس جدا طبعا. تاني حاجه قالوا ان احنا ما ينفعش نخسر بطولات عشان خاطر جمهور النادي الاهلي وهو ده الاهم بالنسبه لنا يا كابتن ماهر. وده مؤشر يا اسلام بيطمنا كلنا بصراحه ان انا كلاعب بعترف ان انا كنتش موفق واعترف باخطائي حتى الجهاز الفني كمان من الشجاعه الادبيه مستر موسيماني ان مش يومه يعني. فده موسيماني معمول عليه قصه دلوقتي خلي بالك وكل طبعا. القنوات طالعه ايه وده طبعا. مشي وده هيمشي ورافض العقوبه بالزبط. ومش رافض العقوبه والراجل اساسا يعني والله يا كابتن دي برضو معلومه يعني مش معلومه دي اي حد ممكن يعرفها يعني الراجل اساسا بيتسو موسيماني لم يتكلم من قريب او من بعيد مع اي حد سواء وسيله اعلاميه جوه مصر او بره مصر خالص خالص. نزل له تصريحات في جنوب افريقيا الراجل نفسه حتى يعني عارف اللي هو الراجل اساسا والله ما بيفكر في الكلام ده خالص. الناس مشيته النهارده دلوقتي في بعض يعني انا الناس عماله تبعت لي بعض البرامج مشت موسيماني وبعض البرامج مش عارف خلت موسيماني ده الشيطان الاكبر في والله دلوقتي حالا الناس شغاله. وهو الحقيقه لما نقعد نتذكر زي ما حضرتك قلت ماتش الوداد ماتش الترجي في مباريات ما كناش كويسين فيها وده طبيعي جدا زي ما حضراتكم دايما بتقولوا ولكن في النهايه يا جماعه ما خلينا الراجل الحمد لله ست بطولات خد خمسه دخل المنظومه يا اسلام بدا في مباراه السوبر المباراه كلها على بعض مش كويسه لكن في النهايه عندنا مباراه يوم السبت وعندنا كابتن نفكر الجمهور نهائي افريقيا الجول بتاع قفشه والجول اللي شريف راح رايح بالكوره وراح عاملها بكعبه للسوليه حاططها في المقص يعني نفتكر للعيبه جمل يعني في منتهى الروعه وانت بتلعب يعني مباراه نهائي على مستوى عالي جدا طبعا شريف حطها ازاي وقفشه الجول تاني ازاي وعمرو السوليه الجول الثالث في المقص بالشكل الرائع. فاذا كان حصل اخفاق وده وارد جدا برشلونه بنشوفه ريال مدريد ما بياخدش حاجه برشلونه ما بتاخدش حاجه خالص مش معنى كده ان احنا هنقلدهم احنا هنقلدهم لما ياخدوا كل البطولات هم يقلدونا لان احنا هم اللي يقلدونا مش احنا اللي نقلدهم فاحنا جمهورنا طول ما هو صاحي ورا لعيبته وعارف كويس قوي ان كل بطوله محسوبه ما اعتقدش باذن الله تعالى ان هيفرطوا في اي بطوله تانية ان شاء الله ان شاء الله. وحتى يا كابتن زي ما انت بتقول انا هفترض ان انا مش هاخد بطوله بس اكون بادي بادي الواجب بتاعي بس هو ده الجمهور عمره ما هيزعل هيزعل بخساره البطوله ولكن في النهايه بس هيبقى هيسقف للعيبه بالظبط كده هيسقف للعيبه وبمقدار الحب الحقيقه اللي احنا دايما بنشوفه لجمهور النادي الاهلي لكل لاعيبه النادي الاهلي بمقدار الانتقاد اللي بيحصل من امبارح للنهارده الحقيقه لكل اللاعبين ولكن على اللاعبين ان يتذكروا ان هذا الجمهور هو له اليد العليا في معرفه مصر كلها وافريقيا كلها والعالم العربي بهؤلاء اللاعبين الحقيقه اللي موتوا نفسهم خلال فتره طويله جدا وسنه طويله جدا السنه اللي فاتت. قد يكون الاخفاق اللي حصل امبارح زي ما كباتننا الكبار قالوا قد يكون ان هو يعني ايه بدايه جديده لشيء جديد خلال الفتره القادمه وهم اللاعبين اعترفوا بكده. خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع هذا الكلام المهم جدا والمحترم من النجمين الكبيرين كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر همام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل لو حضرتك المدير الفني هتفكر في ايه قبل مباراه امبي بقى؟ خلاص مباراه خسرتها لم يكن الاداء جيد اعمل ايه عشان ربنا يكرمني في مباراه امبي القادمه؟ اول حاجه اعملها انا اعمل عمليه نعناشه وعمليه مذاكره واستذكار للبطولات اللي خدوها قبل كده. بطوله افريقيا الاولى والثانيه ماتشات الكاس العالم الماتشات اللي هي بتدي فيديو ولا اقول لهم كلام؟ لا فيديوهات قاعد معسكر بقى لها هقعد اربع ايام كمان قاعد لهم اللحظات الايجابيه اللي بتدفع بالثقه في النفس. فالماتش بالمراس كده طبيب نفسي امال ايه؟ لازم طب ليه لا يا كابتن ما ممكن اي جهاز يستعين بطبيب ليه لا؟ طبيب نفسي طبيب نفسي طب ما انت جايب طب ما النادي الاهلي جايب اخصائي تغذيه
ما انا بقول لا انا نفسي ما هوش مش جنان يعني. النادي الاهلي في الثمانينات كان لا احنا ايام احنا ما كنا بنلعب جوزيه استعان في بعض الاوقات او في اوقات يعني معينه استعان بطبيب نفسي. كان في دكتور نفسي بيجي لنا وانا شغال في النادي زمان. كان في دكتور نفسي جايبينه من احد الكليات وكان بيعمل في الخارج وكان بيجي بيقعد مع اللعيبه. فالكلام اللي حضرتك بتقوله ده نفسيا يعني ان انت بتحاول صح تيقلي يعني انت بتحاول ان انت تزيد الدوافع عند اللاعبين من خلال اللي انت كنت بتعمله. اجيب السلايه واقول له شوف الجول التالت ده انت شفته عامله ازاي؟ انت شفت في ماتش بايرن كنت بتعمل ايه؟ يا قفشه انت ليه بتعلي الكوره؟ انت ليه ما بتلعبش الكوره بتاعتنا اللي هي الحاجات اللي فيها وانتوهات، الحاجات اللي فيها تمريرات؟ احاول ان انا الفتره ديت ابقى عامل جمل اشوف ايمي بيلعب ازاي وعمليه الاختراقات وعمليه التحضير. تمام. المفروض انا يبقى باك رايت مع هاف مع واحد على الطرف يتعمل جمل بحيث ان انا الاختراق يبقى من الحته دي، حتى لو الفريق المنافس بيلعب باثنين زي ما كان عبد الحميد بيلعب امبارح كان بيخلي اثنين دايما بيقفلوا على علي واثنين بيقفلوا على اكرم. نعم. الحته دي عشان اضربها لابد يبقى في تدريب عليها، من يبقى في اثنين عليهم ثلاثه بحيث ان انا اخترق من الجبهه دي. وبعدين الحاجه الثانيه بوصل للثلث الاخراني. الثلث الاخراني انا بستعجل ليه واروح ارافعها؟ يا اخي انت عديت يعني في اكثر من كره الشوط الاولاني انت عديت خلاص الباك. ما تروح اوصل وبعدين الفراوده سواء شريف او طاهر او حسين انت لما بتوصل هناك يبقى كل واحد متوزع برضو من خلال التدريب. كل الامور ديت لما انا بعيدها في خلال ثلاث اربع ايام دول واشوف فريق انبي بيلعب ازاي وايه النواقص اللي عنده وايه الصفقات الجديده اللي جات له وايه اللي التوقع انه من ضمن شغلنا ان انت تتوقع المنافس هيلعب ازاي. هيلعب ازاي؟ زي ما كان عبد الحميد بسيوني عامل مقسم الماتش مرتين ثلاثه كده انه العب اول ربع ساعه ما جيش في جول، الربع ساعه الثانيه اضغط من تحت، الحاجات اللي احنا سمعناها والحاجات اللي كنا كلنا متوقعينها انه هيعملها. بس هو المكسب بتاع امبارح مش بنقلل من الطلائع ولا حاجه، لكن احنا اللي فرطنا في البطوله. طبعا انا لا تتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي لم يكن احنا اللي فرطنا وبالتالي خسر. انما احنا لو جبنا الفرص ولو احنا ركزنا وكنا بنلتحم روح الفانيلا الحمراء الحاجه الخطيره ومن خلال حضرتك لازم اوصلها للعيبه، لازم اوصلها لهم. على مدى تاريخ النادي الاهلي بكل اجياله تبقى مغلوب 2-0 وفاضل خمس دقائق و10 دقائق الجمهور قاعد في المدرج عارف ان احنا هنجيب ثلاث اجوال. الحته دي موجوده على مدى تاريخ النادي الاهلي. في الفترة الأخيرة هي الفترة اللي فيها إجهاد تحديدا الفترة اللي فيها إجهاد ديت اللي إن شاء الله ربنا ما يعيدهاش تاني، إن إحنا بنبقى كسبانين وبعدين بنتعادل في آخر ثواني أو بنتغلب زي ماتش سموحة في آخر دقيقة. ده الحتة دي مش بتاعة الأبطال اللي موجودين دلوقتي اللي أصعدونا بخمس بطولات، مش أنتوا اللي بتوع إمبارح، لا أنتوا جايبين خمس بطولات، الخمس بطولات دول بتتكتب في تاريخ كل واحد فيكم ولابد يبقى كل واحد فيكم عنده الشغف ان انا عايز بطولات تاني وتالت ورابع. يا اخي ادبيا قبل ماديا، انت بتستفيد ماديا كويس قوي. ادبيا ده هو ميسي محتاج فلوس؟ ما معاه فلوس كتير قوي. انما ادبيا ان انا العالم كله بيتفرج عليا، العالم كله انا بمتعه. انت العالم الدوري بتاعنا العالم العربي كله بيتفرج عليه وما لا استبعد في اوروبا. انا ليا قرايب في بره هنا في امريكا وفي المانيا بيتفرجوا على الدوري المصري. وبيتفرجوا على النادي الاهلي طبعا خصوصا. فانا كلاعب وكجهاز فني لابد ان انا ادي اللعيبه الدفعه النفسيه القويه جدا الى جانب طبعا علاج الاخطاء اللي في التمرير، الاخطاء اللي في التسديد، الجمل اللي من على الاطراف، الاختراقات، قفشه يتدرب على ازاي نعمل الباصه البينيه، كل الحاجات دي. هل ده كله ممكن يحصل في خلال يعني انا لعبت ماتش الثلاث وعندي ماتش السبت؟ أنا كنت عايز أقول يا إسلام اتفضل إن إعداد اللاعبين من بعد البطولة الأفريقية الدكة اللي إحنا قعدنا نلمح عليها بقالنا خلي بالك حضرتك ما تلموش غير كمجموعة فريق يعني ما تلموش غير من أسبوع 10 أقل كمان لا يعني عشرة أقل عايز أقول للبدلاء يا كابتن عادل عايز أقول للبدلاء لازم يبقوا جاهزين يا إسلام للمواقف اللي بشكلتها يعني لما بحتاج حد من البدلاء لازم يبقى مؤثر ومبدأ أدفع بيه لازم يعمل لي الفارق يغير الفارق طبعا يغير الماتش يعني لان انا بالظبط لان عندي احسن 30 لعيب في العالم العربي وفي افريقيا يعني ما شاء الله في كل مكان في البديل والبديل الاخر والجواكر كمان اللي بتقدر تخدم طريقه اللعب بالنسبه لمستر موسيماني. أيوه. فانا عايز اقول ان في دور كبير جدا على لعبتنا يا جماعه في خطوط عريضه بيقولها المدرب مستر موسيماني طريقه اللعب وفي مرونه تكتيكيه بقى
بفكر هؤلاء اللاعبين. يعني احنا كنا اخطر خط امامي موجود في العالم العربي والعالم الافريقي. خلاص بسبب المهارة الفردية، بسبب التمرير، بسبب الجمل التكتيكية، بسبب اللعب الجماعي، اللعب الجماعي اللي احنا مشهورين بيه. يعني طول عمر النادي الاهلي بيورث تكتيك اللعب الجماعي، يعني الفرقة اللعب الجماعي. طول عمرنا عندنا اختراقات ومجاميع من على الاطراف، طول عمرنا عندنا مهارة فردية في التلت الهجومي. وليد صلاح يقدر يجيب لك رضا عبد العال، ابو تريكه يقدر يجيب لك فاول يا كابتن عادل، يقدر يجيب لك ضربه جزاء. احنا حتى في التكتلات ديت محتاجين المهاره دي. التمرير المتقن بالنسبه لقفشه في المساحه اللي شريف بيقدر يختارها. عايز اقول لك يا اسلام ان اللعيبه دي قرت بعض بسبب التجانس والتحفيز، فبقى في فكر قريبين من بعض، حافظين بعض. عارف اسلام محتاج في رجله، اسلام محتاج في مساحه، اسلام محتاج على العاب الكره على دماغه. فدي ميزه لعيبه النادي الاهلي اللي هم مشهورين بيها. فالنهارده عايز اقول لك البديل لازم يصنع الفارق. النهارده مستر موسيماني بينزل بديل مهاجم، يبقى المهاجم ده احنا عارفين هيموت نفسه عشان يجيب جول، هيموت نفسه عشان يثبت لمستر موسيماني ان انا احق ولجمهور الاهلي وجمهور النادي الاهلي طبعاً. ان انا صفقه رابحه، ان النادي الاهلي اختارني لان انا فعلا قدير ان انا اكون موجود في هذه الكوكبه. قدير ان انا ابقى موجود في نادي القرن. شرف لكل اللعيبه ان هي بتلبس فين الحمراء بتمثل النادي الاهلي. فالنهارده اسلام مهم جدا الناس اللي قاعده على الدكه. يعني انا عايز اقول لك نرجع لورا شويه كده، جيلنا كابتن محمود الخطيب لما كان بيقعد على الدكه، ها بص قاعد ايه، قاعد برؤيه اللاعب والمدرب، قاعد مركز شايف اللي عايزه بالظبط، عشان لما يطلب منه انا مش هستنى الكابتن عادل هيقول لي خطوط عريضه هتتحرك كده هتتحرك كده. مع المرونه التكتيكيه والموهبه اللي ربنا مديها لي ان نصنع الفارق. نرجع تاني لابو تريكه لما يبقى موجود على الدكه، بص نظراته مركز، قاعد شايف انا لو نزلت دلوقتي حاضر اعمل ايه. وليد صلاح الدين لما كان نزل اخر نص ساعه في مجموعتنا كان بيغير بشكل كبير جدا. مهارة فردية، لا هنا هنمسك عشان نروح عشان ناخد ضربه. هل ده اللي يحتاجه النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية برضو؟ اكيد يا كابتن. يعني لو حضراتكم انا شايف محتاجين ان احنا عندنا دكة قوية جدا، لعيبة على اعلى مستوى على الدكة، لازم يصنعوا لنا الفارق. يبقى هو عنده استعداد يا اسلام ان عيني على الراجل عشان امتى هاخد الكارت وانزل. بص يعني بخطف الكارت ولمسة بالظبط كده وانزل عشان اصنع الفارق، عايز اكسب بالظبط عشان اقول ان فعلا ان احنا لعيبه على اعلى مستوى. ايوه لانه كان كابتن عادل واضح جدا ان كابتن بسيوني يريد ان يصل لركلات الترجيح، وهو وصل لركلات الترجيح. يعني اللي يشوف الماتش، احنا اللي ادينا له الفرصه دي، اللي يشوف الماتش يحس من اول الماتش ان انت الماتش ماشي كده بالظبط، ان احنا نوصل لركلات الترجيح. وده مش قصدي عيب، لكن هو دي طريقه لعب. انا بلعب كده، ولو جت واحده اوفر، لو جت واحده احمد سمير، لو جت واحده كره ثابته دلوقتي بيساعده اسلام، دلوقتي عمال يساعده. فده كان شكل نادي طلع الجيش من البدايه للنهايه، كان واضح. يعني يا كابتن اقصد ان لما مستر موسيماني حتى غير تغييراته، البعض رايح ان هي تغييرات متاخره شويه. والله انا كان ليا وجهه نظر برضو. كان انا لو انا مكان موسيماني كنت لازم عمار كان يبقى ليه دور. لا عمار كان بره. عمار كان يبقى ليه دور في على الدكه، لان كان هيبقى ورقه رابحه جدا في ماتش زي ده. بمعنى اشرح لنا. بمعنى انه اولا بيجيد الالتحامات، اوكي، سريع، مراوغ، واحد على واحد، واحد على واحد بيعدي. انا لو انا هبدا باكرم، ويبقى عمار قدامه مع شريف، وحسين الشحات كان يبقى مكان طار ناحيه الشمال. كان هيبقى الجبهه ناحيه اليمين دي هتلاقي على طول باستمرار عمار رايح وراه بيسندوا اكرم. كانت الجبهه دي كانت هتبقى جبهه قويه جدا في عمليه الالتحامات وعمليه الاشتراكات وعمليه الخطوره على المرمى، كانت هتبقى في غايه الاهميه. الى جانب طبعا جزئيه مهمه جدا كابتن ماهر تطرق ليها، انا لما احس باطمئنان ان انا هلعب وقاعد على الدكه وهنزل ومش هيبقى في فارق وانا برضو موجود في النادي الاهلي، بنحذر النادي الاهلي ما يبقاش على اي لعيب. انت صحيح جبت بطولات، جمهور الاهلي ما بيشبعش بالبطولات، اصحى، لانك انت زي ما بيقول الكابتن ماهر واحنا جايين في العربيه، النادي الاهلي جنه الارض،
النادي الاهلي جنه الارض بالنسبه للعيب. حلوه دي يا كابتن ماهر. دي حقيقه ما تنساهاش. يعني الفتره اللي انت موجود فيها في النادي الاهلي خد بالك جنه الارض، مش هتحس بالكلام ده غير لما تطلع جنه الارض. حاسين بيه ده يا اسلام. احنا حاسين بيه عشان احنا بره النادي الاهلي. فجنه الارض زي ما كابتن عادل قال، كل حاجه موجوده في النادي الاهلي. حتى وانت داخل النادي الاهلي يا اسلام بتحس بفيه شحنه معنويه. يعني احنا لما بنغيب وبعدين بنروح انا وكابتن عادل يعني بيسالونا في البيت وانت راجع انت مبسوط كده ليه؟ عشان كنت في النادي الاهلي، البيت الكبير. الشحنه اللي انت بتاخدها من بيتك اللي بتدي لك الدوافع، واخد بالك؟ الحمد لله رب العالمين اللي مخليانا عايشين مبسوطين، واخد بالك؟ فانت النهارده تحس بيها وانت بره النادي الاهلي، وانت بره النادي الاهلي بتتلسوع لان مفيش حاجه صح. لكن جوه النادي الاهلي كل حاجه صح. طبعا. عموما هنكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجمين الكبيرين كابتن عادل طايمه وكابتن ماهر همام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، كابتن ماهر قال كلمه كويسه جدا وكلام محترم جدا، وبرضه حضرتك اتكلمت في نفس الاطار بنفس الشكل، ولكن اللعيب المهاري هل من الممكن خلال الفتره القادمه الاستعانه باحمد عبد القادر، بعمار زي ما حضرتك تكرمت وقلت، ببقيه اللاعبين، بوليد سليمان الفتره القادمه بعد رجوعه من الاصابه، ووليد سليمان خبره كبيره جدا جدا داخل، هل من الممكن او احنا النادي الاهلي محتاج كده فعلا مع بيرسيتاو ومع بقيه اللاعبين؟ بيرسيتاو طبعا مش سبت لما يرجع من الاصابه. يعني الفرق الكبيره دايما زي ما حضرتك عارف وحضرتك خبره يعني، وهي بتلعب النادي الاهلي بيبقى دايما الجانب الدفاع عندها نقول مثلا 70-80%، ويلعب على المرتد، فانت بتبقى محتاج اللي بتلعب ضد النادي الاهلي. الفرقه اللي بتلعب ضد النادي الاهلي. اوكي. فدايما النادي الاهلي وهو بيلعب مفيش فرقه بتلعبه مفتوح الا في افريقيا الى حد كبير يعني، انما في الدوري المصري كله بيبقى عامل حسابه ان هو بيلعب يقفل ويعمل مرتده او حاجه زي كده. فانت دايما محتاج اللاعب المهاري في الثلث الاخراني ان هو ممكن واحد على واحد او اثنين على واحد ممكن ان هو يبقى بيستغل المهاره بتاعته انه ممكن يعدي. ايوه. الكره اتعملت له بينيه بين في ال 18 ممكن جدا من خلال المهاره بتاعته يعمل عمليه تمويه. يعني امبارح كره اتلعبت من شريف لطاهر والراجل جاي من الزحلق على طاهر اللي هو شاطها واتخبطت في الشوط الاولاني. لو انا بقى اللعيب مهاري هعمل ايه؟ هشوط ولا اروح ولا هعمل انا هشوط واروح واخدها على الجنب. ده اللاعب المهاري بقى، اللاعب المهاري في الوقت اللي زي ده يفرق معاه جدا. اوكي. فوليد مثلا ماتش زي امبارح كان ممكن جدا يفرق معاك. وليد سليمان طبعا. فاللاعب المهاري ده بنشوفه على مستوى العالم عمله قليله. يعني تلاقي كل فرقه فيها واحد او اثنين. كده كنت بتقول عمار حمدي. عمار عنده الموهبه المراوغه، عنده الجهد الوافر، بيدافع كويس قوي، بيهاجم كويس قوي، بيلعب رجل اثنين. احمد عبد القادر برضه. واحمد عبد القادر احنا لا يعني ناحيه هجوميه بقى خالص احمد. لا وبيلعب احمد سامي كان بيدير واجبات دفاعيه. في مرحله معينه في حته معينه بيرسمها له، انت هدافع في الحته دي الجانب الناحيه الباك الشمال يعني. مع سموح. فاحمد سامي موظفه في الحته دي كويس قوي. اوكي. وبعدين بيديله برضه حريه حركه انه لما الكوره بتبقى في الجبهه الاخرى انا ممكن يبقى عندي حريه حركه ان انا انت ومصطفى فتحي انك انت تعملوا عمليه المراوغه وعمليه التمرير بحيث انه يعمل مرتده يجي منها اهداف. فاللاعب المهاري في غايه الاهميه وخاصه في النادي الاهلي. تمام. لان الفرق طبعا بتبقى بتدافع قدامك بتبقى محتاج انت واحد ياخد الكوره. طبعا. طيب كابتن ماهر، مباراه امبي بقى عشان يعني خلاص وقتنا بينتهي. مباراه امبي عندك المباراه يوم السبت، المتوقع امبي يلعب ازاي؟ هل هيلعب زي الجيش؟ كابتن حلمي بيبقى دايما له فكر مختلف انه بيلعب يعني بجناحين فاتحين قوي علشان تجي لهم ويجروا اكتر، ايه اللي ممكن يفكر فيه كابتن حلمي؟ بص يا اسلام، يعني احنا قلنا كل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي عندها دوافع كبيره جدا، مذاكر النادي الاهلي بشكل كبير. ايوه. اللعيبه بتنام وبتريح قبل بثلاث ايام، اللي عنده مشكله بيحلها. انا بسميه ده من الجيل اللي بيكتب. بالظبط يعني. احنا كنا بنعمل كده احنا يعني برضه نفسيا بتتظبط قبل مباراه الاهلي، لان المباراه يعني مذاعه في التلفزيون، الاستديوهات التحليليه، الميديا، يعني كل الدنيا مسلطه عليها، حتى الجهاز الفني اللي ضد النادي الاهلي. يعني الكابتن حلمي هتلاقيه برضك مذاكر ومتابع ومقطع الماتشات، الماتش الاخير والماتش اللي قبله
دفاعيا النادي الاهلي ازاي، هجوميا النادي الاهلي ازاي، ثغرات النادي الاهلي ازاي، مشاكل النادي الاهلي ازاي. خدت بالك يا كابتن اسلام؟ اه. لكن هو في دماغه استراتيجيه المباراه 70-80% دفاع. محدش هيجرؤ على النادي الاهلي انه يبادل النادي الاهلي من قدام. وهم جربوا معظم الفرق اذا كانت افريقيه او عربيه، لما بتفتح خطوطك على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيقدر يتفوق، بيحرزوا هدف واثنين وثلاثه. اوكي. فالنهارده هتبقى في مشكله هيقابلها النادي الاهلي بنفس السيناريو اللي بسيوني قام بيه في اللقاء طلع الجيش مع النادي الاهلي، هو نفس السيناريو اللي هيقوم بيه الكابتن حلمي مع امبي. طيب. مع الاعتماد على الكرات الثابته. طيب. او الكرات المرتده اللي يقدر يباخت فيها النادي الاهلي بهدف. تمام. اخر دقيقتين هاخد من حضراتك ومن الكابتن ماهر الحل في، مش هتكلم عن مباراه امبي، ولكن الحل، لانه حضراتكم اجمعتوا ان كل معظم الفرق اللي بتلعب ضد النادي الاهلي بتلعب بشكل متكتل، وبالتالي احنا هنشوف اللي شفناه مع نادي طلاع الجيش مع كل المباريات القادمه. الحل، الحل نمره واحد، ثقه اللعيبه ترجع مره ثانيه. هي طبعا غابت في ماتش، انما مش هنحكم عليهم من خلال ماتش واحد، فالثقه ترجع، الى جانب زي ما حضرتك تفضلت اللعيبه المهاريه تبقى موجوده، لان امبي مش هيلعب غير انه عنده راس حربه، الراجل الافريقي دم يعني، بيلعب قوي وسريع، قوي وسريع وبيحضن، وبعدين بيلف ويشوط والحاجات ديت، فعايز الرقابه عليه بشكل جيد. الى جانب طبعا اللعيبه المهاريه، يبقى عمار يبقى ليه دور، وليد سليمان يبقى ليه دور، ديانج يبقى ليه دور، دي عناصر طبعا، بدر بنون يبقى يعني يعود تاني. طبعا كل العناصر ديت مرتاحه، وهتبقى ادائها هيبقى اداء افضل. في جمله صغيره جدا، قفشه، شريف، كل الناس اللي راحت منتخب، لولا النادي الاهلي، لولا فضل ربنا سبحانه وتعالى، ولولا النادي الاهلي انت ما كنتش تروح المنتخب اطلاقا، الا من خلال هذا النادي العظيم، النادي الكبير، النادي العظيم. دايما ولائك ليبقى النادي الاهلي اللي هيوديك المنتخب اللي اي حد لاعب بيتمنى. هقول عليك حاجه يا كابتن عادل برضو، عشان برضو ودي معلومه. أيوة. معلومه وليست يعني كلام. أيوة. ان كل اللاعبين مقدرين جدا 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 غضب الجمهور وزعل الجمهور وانتقادات الجمهور، وشايفين ان هم قصروا في حق نفسهم وفي حق اسم ناديهم. طبعا. وبالتالي وعارفين الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كويس جدا جدا. الحمد جدا لله. الحمد لله. ولكن بيقولوا يعني ايه، انتظرونا فيما هو قادم في الفتره اللي جايه. وانا دايما اقول ايه، انا ما بحبش الكلام، خلال الملعب بالظبط، الملعب هو اللي هيورينا. هم اثبتوا لنا يا كابتن، هم اثبتوا لنا ان هم لعيبه كويسه. طبعا طبعا، عشان كده بمقدار الحب هو مقدار الزعل. طبعا طبعا. كابتن ماهر الحل، يعني ثقتنا كبيره جدا في اللعيبه، ثقتنا في الجهاز الفني بشكل كبير جدا. الفترة اللي جاية محتاجين الخبرات تبقى موجودة في الملعب بصفة أساسية. ايوه. عودة وليد سليمان هتدينا دافع بشكل كبير جدا. كل ما يبقى عندك قيادات داخل الملعب، معلول، بنون، سلية، وليد، ده بيدينا ثقة، بيدي ثقة بشكل كبير جدا. دوافع لعيبة النادي الأهلي هم طبعا متأثرين بشكل كبير جدا على الأداء الغير طبيعي اللي ظهر بيه شكل واداء النادي الاهلي، لكن احنا عندنا ثقه كبيره جدا احنا وجمهور النادي الاهلي في هؤلاء اللاعبين اللي هم متعونا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا اسلام بالبطولات، فبنقول لهم بالتوفيق. واحنا متاكدين متاكدين ان شاء الله ان النادي الاهلي خلال المباراه القادمه هيبقى بشكل جديد بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للاعبين، وطبعا مستند جمهور النادي الاهلي اللي احنا ان شاء الله هنصالحه خلال الفترة بشكل كبير. أنا بعتقد إن من النهاردة أو من بكرة جمهور النادي الأهلي خلاص هيفكر في مباراة إمتي والمساندة الواجبة لكل اللاعبين خلال الفترة اللي جاية. كابتن عادل شرفت ونورت، ودايما بنستفيد بوجود حضرتك معانا، وشكرا جزيلا لهذا الكلام الكبير المحترم. شكرا كابتن. شكرا جزيلا كابتن عادل، أشكرك جدا يا كابتن ماهر. شكرا كابتن. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. حبيبي ربنا يبارك لك. شكرا جزيلا. أنا بشكر طبعا نجومنا الكبار كابتن عادل طعيمة وكابتن ماهر همام. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله مباراه الامبي يوم السبت، وان شاء الله اكون مع حضراتكم على الهواء مباشره يوم الاحد كالعاده الحقيقه، دايما في بيتنا، البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله.